The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. للمرة الثالثة رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما ألقى بعملية الانسحاب من التكتل في أتون فوضى شاملة في نفس اليوم الذي كان موعدا للخروج. وبعد جلسة خاصة للبرلمان يوم الجمعة، صوت النواب بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض اتفاق ماي بشأن الانسحاب الذي توصلت إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة مع التكتل. وعقب إعلان نتيجة التصويت، أبدت ماي أسفها إزاء رفض الاتفاق، قائلة إن حكومتها ستواصل العمل من أجل الخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي طبقا لما دعت إليه نتيجة الاستفتاء.